حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أنا أخوت حسبي الله ونعم الوكيل. حسيت بشي حاجة، وصلت كنتفاجئ أن الباب مفروعة، الجاج مهرس، بريصة ديال القهوة ما كاينش، عصارة ديال طحانة القهوة ما كاينش، عصارة ديال الشين داو شي كيكاس، ماشي مشكل بصحتهم، هنيئا لهم، عند الله نتحاسبوا ماشي مشكل. أولا قبل ما قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. داك الشيء اللي مشى، الماكينة البريصة ديال القهوة بالطحانة ديالها، شريتها ب 8000 درهم، عصارة ديال الشين مشريه ب 1500 درهم، والجاج مهرس، المهم الفلوس ماشي مشكل. فلوس كتمشي وفلوس كتجي، ولكن الصدمة أكثر من الفلوس. زيادة في الأسعار، طب ديال الزيادة، وتجي تحاربني ما تخلينيش نخدم، وفين بغيتيني نمشي؟ فين شنو غادي ندير؟ شنو غنعمل؟ مشي نسرع ما كنعرفش نسعى، مشي نسعى ما كنعرفش نسعى. عندي كتاف ديال التمارة كنضرب تمارة وكنجيبها بالحلال، ولكن الدولة ما كتعاونش، علاش الدولة ما كتعاونش؟ علاش؟ السلام عليكم، زكريا العيشوني. عندي واحد طوموبيل سي 15 داير فيها كافي، كنخدم في الجهه ديال الرومبون ديال المطار. بديت في الخدمه بديت في قبل العيد الكبير، خدمت مزيان اللهم لك الحمد، عندي جوج بنيتات خدام عليهم. خدمت في الايامات الاولى كانت الامور مزيانه، حتى صباح عليا القايد والمخدم والمخزنيه قال لك حيد من هنا، درتي لنا مشكل مع الباشا، فين نمشي؟ شنو هو الحل؟ عندي بطاقه مؤول داسي، بطاقة مهنية، خلص ضريبة ديالي، وكنجري على الرخصة. يعني هاد المشاكل هادي أنا داير بحسابي بأن كاين هاد المشاكل هادي، وكنجري على الرخصة، وباغي نعدل الرخصة، وباغي أنا بالعربية باغي القانون، ما عارفش من القانون. الجمعة اللي فاتت في الليل جاني شي إحساس ماشي هو هاداك، ما كنعلمش على الغيب أنا، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلمنا. حسيت بشي إحساس ماشي هو هاداك، قلت الله ينعس الشيطان الحرام يعاود لنا الشيطان الراشد. في الصباح نط بكري ما مولفش، كان نط ديك الوقيته هذيك، نط فتحت عيني دارت فيها مولات الدار، قلت لها جيت فطر، قلت لها لا ما خصنيش، خرجت كنجري هود كنجري للبلاصه ديال الطوموبيل. حسيت بشي حاجه، وصلت كنتفاجئ ان الباب مفروعه، الجاج مهرس، بريصه ديال القهوه ما كاينش، عصاره ديال طحانه القهوه ما كاينش، عصاره ديال الشين داو شي واحد، المهم داو شي كيكاس، ماشي مشكل بصحتهم، هنيئا لهم، عند الله نتحاسبوا ماشي مشكل. أولا قبل ما قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. شحال تقريبا ديك الشيء اللي مشى، الماكينة البريصة ديال القهوة بالطحانة ديالها، شريتها ب 8000 درهم، عصارة ديال الشين مشرية ب 1500 درهم، والجاج مهرس، المهم الفلوس ماشي مشكل، فلوس كتمشي وفلوس كتجي، ولكن الصدمة أكثر من الفلوس. حقرة والصدمة والشمتة وبزاف الحوايج. أجيب دابا كيجي بنادم كيقول لك أنت سمحتي فيها تما، جيتي سولتي عرفتي الظروف ديالي، ما يمكنلكش تحكم عليا أخاي، ما تحكمش، ما يمكنش. عرف بعد الظروف ديالي كي كانت، قسما بالله العلي العظيم مشيت نسلف على أساس أنني باش نمشي نعدل ديك الطوموبيل، حيت شهر وزيادة وقفوني في شهر 10 فيه 3، حسيت بشي حاجة ماشي هي هذيك، مشيت كنسلف على أساس باش نعدل الطوموبيل باش نحيدها من تما، الله غالب، مشيت كنسلف وربي شاهد، ما تا واحد، المهم بلا ما نقولوا من عند من مشينا، اللي مشيت عندو كيقول لي ما كرهتش نعاونك، ولكن غالب الله ما كاينش دابا، أنا ما قلتلكش عطيني، ما قلتلك سلفني، أنا اللحظة ملي كنت خدام اللهم لك الحمد كندخل المصاريف ديالي بخير، ولكن مي حبستني السلطه بقيت جالس واحد المده، ديك الشيء اللي كان مجموع تسالى، دابا جا خرج عليا كاع مره باش مره السلطه حبستني، وجا بنادم جمع لي وطوالي كحشني من التحت، صافي ديك الشيء اللي كان عندي مشى. دابا بقات الطوموبيله راه هي محطوطه في الجهه ديال الحومه، عيطت لواحد الصديق ديالي عنده واحد الهوندا جا جرني، ما تخلصش والله ما تخلص،
جارني داها عندك البلاصة حطها في واحد بلاصة آمين. حاليا واش عندك شي خدمة ولا جالس؟ جالس عندي حتى ندخل مكين شهر الكرة راه كيتسال وشهر هذا اللي شهر اللي فات كيتسال والشهر اللي حنا فيه راه غيخرج والله غال. اللهم لك الحمد على كل حال الحمد لله. شنو الرسالة ديالك للمسؤولين؟ مسؤولين كنهضر معاهم انهم يخليو الشباب يخدموا على راسهم، ما كنهضرش على راسي بوحدي انا، خلي بنادم يخدم على راسو. الا شفتي شي واحد دار شي موطور تريبورتور او دار شي طوموبيل او دار شي حاجه دار فيها كارينتي ولا دار فيها الساندويتش ولا دار الدوله خصها تشجعو، الدوله خصها تجي عنده وتقول له شنو عندك؟ ما عندكش الرخصه؟ لا ما عنديش، اجي نعطيك الرخصه، ها الرخصه، خلص الرخصه وسير تخدم على راسك. علاش يجيو يدمروا الشباب ويحطموا الشباب؟ علاش؟ زياده في الاسعار طب ديال الزياده وتجي تحاربني ما تخلينيش نخدم، وفي بغيتيني نمشي فين شنو غادي ندير؟ شنو غنعمل؟ نمشي نسرع ما كنعرفش نسرع، نمشي نسعى ما كنعرفش نسعى، عندي كتاف ديال التمارة كنضرب تمارة وكنجيبها بالحلال، ولكن الدولة ما كتعاونش. علاش؟ علاش الدولة ما كتعاونش؟ علاش؟ علاش؟ علاش الدولة ما دير شي كيوسكات؟ هاد الرياض سيطوان دير فيه جوج ثلاثة أربعة ديال الكيوسكات، عرفتي شحال من واحد غادي تنقد؟ عرفتي شحال من واحد غادي ما يبقاش بيطالي؟ عملتي شي شكاية خالد زكريا؟ ضروري عملت شكاية، عملت شكاية للجندار ديك الصباح هذاك. كاين كاميرا في ديك الجهة؟ لا ما كاينش كاميرات نهائيا. عملت شكاية ولحد الآن مازال ما الوراق ديال الطوموبيل باقيين عند الجندار، باقيين ما كنت باغي نمشي عندهم هاد الصباح هذا ساعة ما دركتش، ما بقاليش الوقت، الصباح هذا نمشي عندهم إن شاء الله بحول الله باش نشوف شنو كاين، حيت هزوا البصمات ديال ديك الجريمة اللي وقعت. نتمناو خير. كاين تجاوب، كاين ولاد الناس. مازال الخير في البلاد، كاين الشر وكاين الخير، الخير ما عمره يتقطع، موجود الخير الحمد لله. تواصلوا معايا بزاف ديال الناس، كاين شي واحد اللي كيتواصل معك انه باش يواسيك وباش يقول لك كلام زوين، وديك كلام زوين حنا فاقدينه صراحه والله، ما خصنا حتى حاجه، خصنا غير كلام زوين. وكاين شي واحد عاوتاني يتواصل معك ووعدك بشي حاجه ومازال كاين الخير، كاين الخير، كاين الخير الحمد لله على كل حال. الحمد لله، الحمد لله، جزاك الله خيرا اخي. شكرا يا ربي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.